مدينة الكاظمية المقدسة تتشح بالسواد فاتحة أبوابها للزائرين المحليين والأجانب في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. المواكب تقدم الطعام والشراب للزائرين فضلا عن تلبية احتياجاتهم الأخرى. العتبة الكاظمية المقدسة استنفرت هي الأخرى الجهود لخدمة زائري الأربعينية. طرق كانت مفتوحة الحمد لله، وودي أتشكر يعني شكر الجزيل لأهلنا بالعراق، بالواقع أهل كرم وأهل عزوبية. الحقيقة ما شفنا قبل بالعالم اللي تجي لا فندق موجود لا هوتيل موجود، البيبان مفتوحة، السفرة ممدودة من البصرة وين ما تروح. هذه زيارة بالنسبة لي وبالنسبة لكل الزائرين أنه تاريخ، تاريخ عند الإنسان، لا بد وأن يزور أهل البيت. الطريق الحمد لله انسيابية جيدة، وتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، والتعاون مع الجهات المختصة وغير المختصة والأهالي بالذات في المنطقة. الدوائر الخدمية نشرت آلياتها وفرقها على مدار الساعة خلال أيام الزيارة بهدف إدامة زخم عمليات التنظيف العامة. الأجهزة الأمنية تعمل على تسهيل حركة الدخول والخروج إلى المدينة، إضافة للمتابعة الأمنية والاستخبارية. تم وضع خطة لأعمال خدمة الزوار طيلة فترة الزيارة بإشراف مباشر من معالي أمين بغداد المحترم، حيث تم تقسيم الكادر المتقدم برفقة الكادر البشري والآلي إلى 4 وجبات، يعني تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة. شهدت تقريباً حدود 86 آلية تخصصية، طبعاً 86 آلية يعني أقل آلية تعمل بموجب شفتين أو ثلاثة بأقل، يعني عادة تعرف حيضعف هذا الوقت. تشهد العتبات المقدسة توافد الزائرين إليها من داخل وخارج البلاد وبأعداد فاقت التوقعات. تقابلها إجراءات صحية وخدمية وأمنية وفق ما أعد لها. من مدينة الكاظمية المقدسة من بغداد، محمد العيداني، العراقية الإخبارية.